والشايفور وسوكسوكه مزيانه يا امي والشايفور وادي زوين معانا يا بابا والشايفور وسوكسوكه مزيانه ماكي كوافيك يا فاطمه زهر جديد للاجيجي سوق الفيسبوك يلا دراري يلا 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 والله واش غنديروا سوق الفيسبوك دابا كاين اللي كيسمعني وكيقول في خاطره بقى لكم الغنى واش بغيتوا نديروا التكركير الوباء والغلاء والغباء قال لكم التكركير لا هذا واحد شو اللي غادي يقول لك بقى لكم غنغنى قول انت بقى لك غتسمع لينا اش غنديروا خصنا نخطفوا الابتسامه يلا على بالك راه حنا في بالنا الوباء والغلاء وحتى الغباء راه في بالنا الدنيا ما بعد مرات الدنيا ماشي كلها حزن ماشي كلها غضب ماشي كلها احتجاج لا لا الدنيا فيها نسرقوا اللحظات الابتسامه من يلا كنقول دابا هو يقولها هشام هشام العربي قال لك السيده مريضه باينه من صوتها وانت كتكركري بحال شكون هشام العربي العبري مالو هذاك تكلم انت السيده مريضه سالت لي واحد جوج ركعات ودعي معها بالشفاء علاش كتسمع لينا داخل اللايف تكلم تكلم تكلف هشام مريضه ايه اتصلنا بها قبيله مريضه بغات تهضر مع الصديقه ديالها وهي ما بغاتش انا كركرت اخويا هشام كركرت ودي ما كركرنا من البدايه وحنا نكركروا زعماك جا السياق ما نكركروش حنايا راه البارح حضرنا له حد من شحال بكينا هنايا ما كنتيش انت ما كتحضرش في لحظات البكاء تحضر في لحظات الضحك العموم شكون هذا مسميه؟ هشام واحد تحيه مشكل سميتو هشام تحيه با هشام زين السميه اش قلتها العطاري بعض المرات كتكون غير مزلوط وكتحس بالاكتئاب اه انت راه خاصك الفلوس راه كيحسب لك انت عندك الاكتئاب هو انت راه عمر خاص يكون في الجيب المختار وياه المختار الله يصوب في طريقه الى المطار ايه في طريقه الى المطار الله يوصل على خير قابلته واحد المراه كبيره قابلته وتقول له لا تركب الطائره اليوم تعجب من كلامها لكنه أصابه الخوف ولم يسافر في اليوم التالي سمع أن الطائرة قد احترقت بعد يومين من بعد ركب واحد سيارة أجرة في طريقه لقضاء بعض الحاجات تلقى مع نفس السيدة ويتقول له أنزل من الطنوبيلة ما تركبش فيها السيد فكر طيارة شو قالها أشنو دار أنزل من الطنوبيلة نعم وفعلا من بعد ساعة جات الخبر ديال أن هذيك الطوموبيلة تقلبات نعم السيد دخلوا الشك تار انتباه ديالو هاد المرة هو اللي تابعها بقى تابع هذيك السيدة وشد بإيديها وقال لها من اللي انت عارفة هادشي كامل نهار عرسي فين كنتي نهار عرسي فين كنتي نهار عرسي راني عندي 20 عام وانا في الطايلة وهابط مصير محكمة تابعة محكمة فين كنتي وانا غادي الجديدة وانا غادي الجديدة خويا غادي الجديدة وانا غادي الجديدة لقاها جاية فريدة عوحدة فيها جديدة وشوار بها يوردوا العطشان هديك لالا على غلالا لا غلالا البطل هذا غلالا غسدي لا غلالا البطل هذا أغلى ربي تكلو في مشي يمشي وكامل الوا هيوة هيوة وحدة جلسة كتشكي على صاحبتها لا خويا هشام بعد المرات فاش كنشوف فيك كتجيني بحال دوك الاساتذه الفلاسفه الكبار والله العظيم والله العظيم دوك الفلاسفه الكبار اللي كيعموا سوق الفيسبوك خاصني نبقى نشوفك اخويا واحدة جلسة كتشكي على صاحبتها ايوا كتعاود ليها وهي كتبكي 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 وصاحبتها ايوا كتسمع لها مزيان ومركزه معاها مزيان فاش كملت الهضره ديالها قالت لها صاحبتها اللي كانت مركزه معاها مزيان قالت لها يا سبحان الله مني بديتي كتبكي والكحل ما طاحش من عينك قولي لي ملي شري ملي شري يا الصحبة أرايديك 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 أرايديك
واحد ستاتيو كنهديه واحد صديقة ديالي هي في الاستماع. الا جدات معاك البنت الهضره من مورا 12 الليل عرف باللي راك مكلاسي مع الثلاثة الاولين. الثالثة تبتة هذا مستمعنا الكرام هذا الستاتيو هذا بريفي هذيك صابر مشطو قدم. بغيت نقول لكم رمضان قرب رمضان قرب الله يجيب لي فيقنا في السحور. امين يا رب العالمين يا ربي امين امين يا رب العالمين. هديك الله يا الحج ويا الحج بين الصينية ويا الحج ويا الحج بين الجلادة ويا الحج ويا الحج لو خوياتي يا الحج ويا الحج لو تعن خويا الحج يا الحج لو الجلادة ويا الحج ويا الحج هديك الله يا الحج ويا الحج لو خليتيني من الزواج ويا الحج قالت لي يا مرتي غادي لبيتي شنو قال؟ قالوا نايدا بدنا فطور قالوا نايدا شوفوا العزاز والعطار اش قلت قالوا نايدا قالوا نايدا عدنا فطور. ارجع ارجع بلاغ من وزارة الداخلية. شي عاد كتاش انا شكرا على السهرة اللي ديتي لنا هاد الصباح صافي شفتي هاد السهرة اللي مدردرة شوية مدردرة شوية في الفيسبوك شفتي هاد الفقرة هادي سميتها سهرة صباحية فيها فواصل الفيسبوك يا فواصل فيسبوكية شكر وزير الداخلية. أرجع سير يا ودي نعم الشيطان سير يا كان على الشيطان الله ينعلو يخزى أنا بعد الشعبي أنا ناشطة معاكم الشيطان هذا يا الله ينعلو يخزى أنا لو وقفت الشعبي غنوقف زعما نجلس أنا نرصى تبتي سير تبتي سير ارجع عاجل بلا لا تيل عاجل وذبا إليا سيدي سعى ماركة باش تلاقيها برمها وطلبها بلا جنة سيدي سعى ماركة باش تلاقيها برمها وطلبها بلا جنة يسر سيدنا سيدي محمد والأمير الحسن والرشيد والأسرة العلوية والكلمة المغربية والكلمة المخزنية مغربية 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 سيدي محمد بيوتيفل في الدار او في الطريق اسمع الميد راديو